صعب ديري لاباس عليكم، ربي هاد لافيديو يلقاكم بالصحة والسلامة. سمعكم البنات غنصوب غدايا، غندير واحد الدجاجة باغا نحمرها وقلت نديرها معاكم. يلا نبداو البنات على بركة الله. عندي البنات هنا بصلة محكوكة، ها هي حكيتها في حكاكة. عندي هنا حامضة مصيرة، حامضة غير صغيرة ماشي كبيرة، مصيرة ها هي. عندي هنا الربيع والثومة ومطحنتهم، ومطحنتهم في الماكينة تشوف الصبح. توابل مسكين شبير، هنا الخرقوم بلدي، الكركم، ندير ليه بزار، ندير شوية ديال السمن اللي صاوبت معاكم البنات، راه عندي في القناة. نعصر حامض، نتوما البنات عندي هنا واحد زعفران شعرة وخليته هنايا، وثوما البنات راه مع الربيع، طحنت كلشي مع الربيع. نبداو بالدينا، ديالنا البنات هو شتو موصول، موصول حيت اللي راه عندي الطريقه ديالو تا هو في القناه ديال غسيل ديال الدجاج. ومغسول كنعمرو في الربيع، نديرو التجويبات تا هما هادو بين الجلده هنا. المهم تهلاو فيه، نتوما البنات هاهو خلينا فيه. المهم نخليوه يترقد واحد شوية، ما هو خصنا حنا كنرقدو بالليل غير الوقت مزروب وصافي. شنو واحد ديالهم يلا
رقدوه نخليه مرقد ونرجع معاكم من دار الضو ترقد شويه بدا انتم البنات الدجاج ديالنا ها هي نشدوها دابا هكا نقيدو على السطح باش طيب البنات انا نسيت معاكم الهريسه راه عاد درت الهريسه شتو ها هي هذا درت الهريسه دابا غادي نديرو ليها الزيت سبريت باسبريت كما البنات الكاس ديال الفران حق هو الزيت ندير معاكم الزيت هاهو البنات زيت بليو وزيت عادية مخلوطين راه مدرتش معاكم البنات الملحة حيت عندي حامض مصير مالح والزيتون غيكون عندنا مالح والسمن المهم بعدا حسن نضوقو ونشوفو نزيدو البنات شوية الماء غليان هايا غير شوية باش طيب هاكا هاكا صافي البنات نخليوها طيب ما ننسوش عليها نقولو نطلو عليها انتما البنات ملي جبدنا الدجاجه ديالنا من سميتو من الكميله هي دابا دهنوها دايره هنا الزبده والهريسه يعني الزبده والهريسه ديرو باش تجي الزبده كتهشي الدجاج كيجي رطب نكملوها في سميتو نوريكم البنات هاهي نزت عليها شويه ديال البصله وخليتها تندخلوها الفران تحمر ونرجع معاكم نتوما البنات غنزيدو دابا الزيتون ديالنا هذا نخلي الكاميرا ديالنا توقف شوية هانتوما البنات الغدا ديالنا هو الدجاجة ديالنا هي تحمرات شفتوها الغدا ديالنا هو هدا بالصحة والراحة نتمنى الله يشوفكم متنساوش ليا لي جيم والبارطاج ولا لا يخطيكم عليا السلام عليكم